معادنا مع أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور محمد المزاحي بروفيسور في بيدياتريك الأزهر يونيفرستي نيو دمياط. دكتور المزاحي هيكلمنا على الفسيولوجيكال جوندس أبديت. تفضل دكتور محمد. لغاية لما المحاضرة تكمل تجهز. طبعا أنا سعيد بوجودي في وسطيكو. شكرا للدكتور محسن أتاح لي الفرصة للتواجد مع زملائي وأساتذتي وأبنائي. وشكرا للمنصة الكريمة دكتور أنس رأفت دكتور وائل بحبح دكتور عماد أبو دنيا. وطبعا سعيد بسعادة بالغة بوجود أخي الأكبر وأستاذي الدكتور عاطف دنيا وكل زملائي من دمياط. أنا ببقى سعيد جدا لما بسمع المحاضرات اللي هي بتتكلم عن كل جديد وكل تقنية حديثة في التعامل مع أطفالنا. بس أنا بحب يعني أخذ الطرف الثاني إن أنا أخذ البيزك شوية واللي إحنا بنشوفه ديلي في شغلنا وبندمغنا بيسألونا كتير الأهالي عن تفسير وتبرير للحاجات اللي بنشوفها. واحنا مثلا في سيرجيكال جوندس لها ديفينيشن انها بتظهر في اليوم الثاني او الثالث وفي الاسبوع تاخد لها اسبوع اسبوعين وتختفي وبعدين نفاجئ ان في طفل جاي عنده شهر وشهرين ولسه ستيل جوندست. فهو ده فيسيولوجيكال ولا برولونج فيسيولوجيكال وايه السبب وايه اللي بيتعمل في الحاجات دي؟ اعتقد نقدر نشوفها مع بعض. الجزء بتاع الفيسيولوجيكال جوندس مش هنخش فيه الحاجات اللي هي الباثولوجيكال. هنتكلم عن انترودكشن ديفينيشن فيسيولوجيكال فيرسس باثولوجيكال جوندس الموداليتيز بتاعه المانجمنت اوف جوندس. هل الفوتوثيرابي سيف لدرجه ان احنا يعني ناخده كده روتيني ولا في بريكوشنز والهوم مسج في الاخر. نرجع للبيزك. احنا عارفين طبعا ان النيو بورن عنده الهيموجلوبين بتاعه اكتر من اي مرحله عمريه اخرى, يعني من 16 ل 20 كده ادبرس هيموجلوبين. وعندنا الشورتر ريد بلاد سيل لايف سبان وده بيخلي البيلروبين بيخرج بصوره اكتر من الادلت, بيخرج في الانكونجوجيتد فورم ويتشال على الالبومين ويروح للليفر عشان يحصل له ابتيك باي سيرتن انزيمز ويحصل له كونجوجيشن باي اذر انزيمز وبعدين يحصل له اكسكريشن من البايل وينزل في الانتستين. وعندنا طبعا الانزيم اللي هو اليوريدين دايفوسفيتيز دايفوسفيت جلوكورونال ترانسفريز وده اندر كنترول بجين. وبالتالي لو في مشكله في الجين ده ممكن الكونجوجيشن يتاثر. واشهر الامراض الكريجلا النجار والجيلبرت. ده يمكن صوره بتراجع على الكلام ده. بعد ما يحصل كونجوجيشن وينزل في الانتستين بيحصل ان انزيم يجي او الفلورا تتعامل مع البيلروبين وتحولها للسيركو بايلين و under effect of glucuronidase ده يفك الكونجوجيشن بتاعت البيلروبين ويرجعها تاني الانكونجوجيتد فيحصل لها ري ابزوربشن وتخش في السيركوليشن وتخش مع البورتا سيركوليشن للليفر وتفرز تاني يحصل لها كونجوجيشن وتنزل في الانتستين وات از مينينج اللي هو الايه انتيرو هيباتيك سيركوليشن. الكلام ده كله مقدمة عشان في حاجات بتحصل في النيونيتس في محطات من ديت لسه ما اتحققتش فبتساعد على ان الصفرة تظهر وتطول شوية. كلنا عارفين ان الجوندس ده يولش ديسكالوريشن في السكين والسكليرا عشان الاكسس بالروبن. عادة بتظهر في اليوم الثاني الى الخامس ويعني تيبيكالي بتبقى قليلة وما بتزيدش عن 17 ل 18 ملي جرام بر ديسيليتر. في المقابل الباثولوجيكال ممكن تظهر في اول يوم وما عندهاش سقف ممكن تعلى وتعدي هذه الارقام وده بنقدر نتابعه بالبيلروبين نوموجرام اللي اعتقد معظم الحضانات او كلها اذا ما كانش معظمها
فيها التشارتس بتاعت الفوتان النوموجرام او البلروبين نوموجرام. وبالتالي كلنا بنشوف الجوندس فريكوينتلي اكتر في البري تيرم، انما الفول تيرم برضو بيحصل 60% او اكتر شوية بيحصل. البلروبين طبعا له فيسيولوجيكال رول كأنت أوكسيدنت، ولكن الحاجة اللي بتزيد عن حدها يبقى لها مشاكلها. لو أنا عملت السيرم بالروبين وتلاقيته كونجوجيتد، طبعا يبقى في سبب في الليفر لازم أدور عليه علشان الأمور تبقى واضحة ونمشي في سكة أخرى غير الفيسيولوجيكال جوندس. بنتكلم على حاجات باثولوجيكال. أكتر حاجة أرقنا كأطباء وكالتعامل مع الأسرة أن البلروبين ده ممكن يأذي الطفل ويعمل البلروبين توكسيسيتي أو الكرنكترس، وبالتالي كل كلامنا على الفيسيولوجيكال جوندس أو أي جوندس هي من النوع اللي ممكن تعمل كرنكترس ولا لا، هي من النسبة وصلت لحاجة خطيرة تهدد الطفل ولا لا. طبعا البلروبين لما يبقى في الانكونجيكيتد فورم بيبقى ده فات سوليبل مش ووتر سوليبل، واكتر حته فيها فات في جسم الاطفال ايه او في جسمنا كلنا ايه؟ البرين سي ان اس. وبالتالي الانكونجيكت بالروبين على طول بيتوجه للفات اريا في الطفل اللي لسه النونيتس، وممكن يعمل ياثر على النيورونز والجلايا ويعمل اكيوت بالروبين انكيفالوباسي، سواء في الأكيوت فورم الثري فيزز اللي انتوا عارفينها او الكرونيك فيز، ويعمل موفمنت ديس اوردر وامبيرد ابورد جيز واوديتوري ابنورماليتيز. طبعا الريسك بيزيد كل ما كان في اسوشيتد كوموربيد كونديشن، الطفل بريترم معاه هايبوكسيا معاه هايبوغلايسيميا معاه هايبوسيرميا معاه سيبسيس، كل الحاجات دي مع اسيدوزيس، في دراجز بتعمل كومبيتيشن على البايندينج سايتس على الالبومين، كل دي كوموربيد او ريسك فاكتورز بتخلي البلروبين يبقى فري وسهل انه يخش في السي ان اس. البريست فيد هل ده ريسك فاكتور؟ ده هنخش في البريست فيد جوندس اللي هو ديفيشنت اماونت، عشان كده احنا هنتكلم دلوقتي على حاجه ثانيه، البريست ميلك جوندس ولا البريست فيدنج جوندس، هل هما نفس النوع؟ اعتقد البريست فيد له علاقه بالاماونت، البريست ميلك له علاقه بالكونستيتوينتس بتاعه الميلك. وبرده لو فيه هيموليسيس يبقى بيزيد الريسك بتاع الكرنكترس. او لو الطفل الكلام ده بيقوله لو خرج قبل 48 ساعه في ريسك ان هو ممكن يحصل بره، احنا عندنا ما شاء الله بيخرج بعد 48 دقيقه. شايفين طبعا الباثولوجيكال فايندينج في البرين، وعندنا الاكيوت فورم فيز 1 تاخد لها يومين الاولانيين بقى معاها ليسارجي هايبوتونيا بور ساكلينج هاي بيتشد كراي، الفيز 2 مع نهايه الاسبوع الثاني يبقى في اريتابيليتي هايبرتونيا ريتروكوليس اوبسيتونس، ثم الكوما بقى والشارب كراي. كلنا فاكرين الموديفايد كرامر اللي هو الرف اسسمنت للجوندس، اذا كان على قد الهيد والنك ولا اخد الابر ترانك ولا اللور ترانك، كل ده له نسبه سواء بالمايكرومول او بالمليجرام بير ديسيليتر توصل لرجل الطفل، يبقى دخلنا في رقم 15. يعني لما الطفل يجي لنا كده وتلاقي رجليه السولز بتاعته جوندست او يلوش تعرف ان هي عدت 15. عدد بكام بقى؟ ديت التحليل هو اللي يقولها، انما بتبقى فوق ال 15. ادي البلروبين نوموجرام. لما عندنا الخط تحت ده اللي هو الفورتس واللي في النص السيفنت فيفث واللي فوق الناينت فيفث، لما يجي لنا الطفل ده اور سبيسيفيك على حسب عمره، مثلا يوم ونص والبلروبين بتاعه 6 ده في اللو ريسك زون، ده بنبقى مطمنين ان هو ممكن محتاجش علاج ومش محتاج طبعا دخول حضانه، غير لما يكون طفل في اللو انترميديت
بنشوفه على فترة أقرب كل ما دخل في الشريحة الأعلى الهاي انترميديت ريسك أو هنا بقى في الهاي ريسك زون، لا ده بقى يخش الحضانة وهيحتاج علاج ومتابعة لصيقة، غير طبعا اللي جاي لنا جوندس في أول 12 ساعة، ده من غير يعني كلام على طول ادميشن، ده باثولوجيكال يعني جوندس في الفيرست 24 اورز يبقى باثولوجيكال والقرار على طول ترانسفير تو انكيوبيتر. التريتمنت موداليتيز عندنا نون فارماكولوجيك، يمكن ده الكلام الغرض من الليكشر النهارده اللي هو التعليق على الموداليتيز اوف تريتمنت، هل في علاجات نقدر نعملها تقلل احتياجنا للفوتوثيرابي او تاثر فتره الفوتوثيرابي في الحضانه؟ في حاجات ممكن فعلا نعملها، هنتكلم عن نيوتريشنال امباكت، هنتكلم عن المساج، هنتكلم عن الفوتوثيرابي نفسه، الفارماكولوجيك هننوه اليه بس كده مش هنتكلم فيه. النيوتريشنال فريكوينت بريست فيدنج ده مطلوب ان احنا نشبع الطفل، وليه؟ هنعرف الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك قالت ممكن طفل يرضع 8 ل 12 مره في اول 3 ايام عشان نقلل الجوندس، ولو الرضاعه مش كافيه او بدا يخس يبقى لازم ناخد اسوشيت اكسبريس بريست ميلك او حتى فورمولا فيدنج. ولكن هيجي هنا مشكله البريست ميلك جوندس، طفل هيرضع لبن هيرضع من امه فريكوينتلي وهيشبع وهيزيد بس الجوندس ما بتقلش، وده بنشوفه كلنا في عيادتنا وفي متابعتنا للاطفال. طيب ايه مشكله البريست ميلك جوندس؟ اول حد وصفها سنه 63 اتلقى ان بعض الاطفال اللي بيرضعوا طبيعيين عندهم انكونجوجيتد بالروبن وبتعدى اكتر من اسبوعين وثلاثه وساعات بتعدي شهرين وثلاثه وصحتهم كويسه وبيزيدوا في الميزان وما فيش مشكله في الديفيكيشن ولا مشكله في اليورينيشن، يعني ما همش ديهايدريتد وما عندهمش اذر كوموربيد كونديشن. طب ليه هم يعني الصفرة عندهم معلقه؟ فبداوا يبصوا على المكونات بتاعه الميلك البريست ميلك، وخصوصا ان ساعات النسب بتعلى وتعدي العشرينات يعني. وطبعا لابد ان احنا نعمل استبعاد الباثولوجيكال كوزس للبرزيستنت انكونجوجيتد هايبربلورينيا سواء على مستوى الجينز بتاعه اليوريدين دايفوسفيت جلوكورونال ترانسفريز اذا كان حاجات جينيتك او اذا كان في هيموليسيز او اذا كان في جي 6 بي دي، ما فيش اي كوموربيد كونديشن والطفل اصفر لا هنا بالاكسكلوجن دي ممكن تمشي بريست ميلك. طيب هو ايه اللي في الميلك ممكن يعمل بيرزيستنس للجوندس؟ في حاجات زي البريجننديول، في حاجات زي الانترلوكين 1 بيتا اند 6، في حاجات زي البيتا جلوكونيديز، الابيديرمال جروس فاكتور، الالفا فيتو بروتين. البريجننديول مثلا بيعمل انهيبيشن للانزيم اللي هو الجلوكونال ترانسفريز، اوكي، وبالتالي بيعطل الكونجوجيشن اللي في الليفر يبقى يفضل انكونجوجيتد معلق. البيتا جلوكونيديز ده اللي هو موجود في الانتستين بيعمل دي كونجوجيشن للبلوروبين اللي موجود في صوره السيركوبايلين وبيخلي البلوروبين يرجع تاني للانكونجوجيتد ويحصل له ريزوربشن ويخش السيركوليشن فيعلق الانترو او يزود الانترو هيباتيك سيركوليشن. الكلام ده موجود في البريست ميلك. الانترلوكين 1 بيتا ان 6 عنده كوليستاتيك افكت يؤدي الى هايبر بيلوروبينيميا. الابيديرمال جروس فاكتور بيزود الانتستينال ريزوربشن اوف بيلوروبين اللي اتفك بالجلوكونيديز يزود الانترو هيباتيك سيركوليشن. الالفا فيتو بروتين موجوده بس لسه ما وصلوش لدورها الفعال في الجوندس. ده غير الميوتيشن بتاع الجين اللي هو مسؤول عن
اليوريدين دايفوسفيت جليكونال ترانسفريز اللي هو لما بيحصل فيه ميوتيشن زي ما قلنا بيحصل كريجنال نجار والجيلبرت سندروم, وده مش هندخله تحت ايه البريست ميلك لان ده لازم يستبعد قبل ما اقول ان ده بريست ميلك جونس. وبالتالي هي تيبيكال بريست ميلك جونس بتظهر في الاسبوع الاول او الثاني, وبيبقى الطفل هيلسي وما عندوش اي مشاكل خالص في الرضاعة ولا في النمو, ماشي على السنتال زي الفل. بس الدوشة بقى الواد اصفر اذا كان ولد, يعني عايزين نعمله سيركمسيجن, ده بيقولوا اصفر لدرجة ان انا بيجي لي طفل راح يطعم في اول اسبوع الحقنة بتاعت الدرن والحاجات دي, يقول لك لا مش هنطعم عشان عنده جوندس. يعني بعد يعني الرسالة دي برضو يعني لازم توصل للناس اللي بيقدموا الخدمة. احنا بيبقى عارفين الكلام ده, بس للأسف اللي بيبقى بيواجه الطفل او المريض حاجة من اتنين, يا نيرس يا طبيب هاوس اوفيسر. فالفترة اللي فاتت كان في مثلا تطعيم البوليو, الطفل رايح ماشي على بخاخ, لا ده ما يطعمش, ده ماشي على كورتيزون. لا بس الدكتور قال ان البخاخ ما يطعم, لا ده هو ما يطعمش, واذا كان حتى الكونتاكت اللي حواليه ما يطعموش كمان, هو ماشي على بخاخ, اصل هو عنده ايدز. ده طالما ماشي على بخاخ يبقى دي الرساله اللي على ارض الواقع بتصدعنا في شغلنا. فبالتالي الحاجات يمكن عشان كنا اولا باخد البيزك, لان ده اللي يعني لازم يوصل صح لاولادنا ويتعاملوا فيه, ويعرف ليه الطفل ده معلق الصفرة عنده بالرغم ان ما فيش اي كوموربيد كونديشن. زي ما قلنا الاطفال دول عندهم نورمال ويت جين ونورمال برودكشن اوف يورين اند ستول, وطالما نسبة البلوروبين تحت 12 وحتى تحت 20 ساعات ما بيحتاجوش اي علاج ولا حتى الاوبشن بتاع ان انا اوقف البريست فيدنج للفتره اللي كنا بنعملها قبل كده 48 ساعه لغايه لما الانهبيتوري افكت بتاع ذيس فاكتورز يريليف من على الريسبتورز بتاعتها او الانزيمز بتاعتها, وبعدين يرجع الطفل يرضع تاني. ولكن بعض الناس قالت لو عدى 20 لا ممكن نعمل يعني 24 ساعه كده نوقف الرضاعه الطبيعيه علشان يحصل ريليف لذيس انزيمز اللي عند الطفل, وهيحصل رابيد ديكلاين في البلوروبين, وبعد كده الطفل يرجع يرضع تاني. وطبعا لازم نستبعد البريست فيدنج جوندس اللي احنا قلناها بتاعت ايه ديفيشنت اماونت. طب الديفيشنت اماونت هعرفها ازاي؟ الواد ما بيزيدش, الواد بيفتقد وزن, الواد داخل في مانيفيستيشن اوف ديهايدريشن. انما احنا بنقول بريست ميلك نتيجه الكونستيتوينت بتاعه الميلك, بريست فيدنج دي بتاعه الاماونت اللي هي مش كافيه. المساج, الستاديز شود ذات هاي بيلروبين ليفل اكزيست ان ذا ميكونيوم, وبالتالي لما الطفل بيعمل ديفيكيشن بياخد البيلروبين معاه في الاستول. الفريكوينت ديفيكيشن احد اسباب نزول او تخلص من البلروبين اللي موجود في الانسان اليومن, وبالتالي الطفل اللي هيبقى في عنده كونستيبيشن عرضه لل يزيد الانترو هيباتيك سيركوليشن. المساج بيعمل اكزايتابيلتي, انكريز في الاكزايتابيلتي الفيجال نيرف باي ستيمولييتنج ذا سكن. المساج بروموت انسولين اند جاسترين سيكريشن اند اكسلريتس دايجيشن اند ابزوربشن اوف فود اند ديفيكيشن. ستاتستيكالي سيجنيفيكانت ديفرنس ان بيركوتينيوس بيلروبين ميجرمنتس واز دوكيومنتد. يعني لو الام او النيرس في الحضانه المساج ده حاجات مش انفيزيف هتساعد في ان الطفل فعلا الديوريشن بتاع الفيتوثيرابي يقل والجوندس او البيلروبين يقل بسرعه. الفوتوثيرابي طبعا عارفين الميكانيزم بتاعه, عارفين التكنيك بتاعه وانواعه اذا كان كونفنشنال ولا انتنسيف,
والانديكيشن بتاعت الفوتوثيرابي على ليفل كام، اذا كان لو ريسك او ميديوم ريسك او هاي ريسك. طبعا كل ما زادت الكو موربيد كونديشن يبقى الريسك بيزيد، يبقى انا بتدخل على مستوى بالروبن اقل. وعندنا الكبسوله طبعا، ما اعرفش اذا كان متوفر، يعني عندنا دمياط ما جبناش لسه الكبسوله دي، ما اعرفش في في دمياط لسه ما جبناش، ما مش في دمياط العام، في دمياط الجامعي، بنتكلم في دمياط الجامعي لسه ما جبناش. موجوده جبناها؟ طيب اوكي، اتنين في العصر كويس. فدي طبعا بتشتغل بالمسافات الديستانس والكونسنتريشن بتاع اللايت من الكونفنشن اللي هو 10 مايكرو وات بير سكوير سنتيمتر لغايه لما توصل ل 30. مايكرو وات بير سكوير سنتيمتر. المسج الثانيه، هل الفوتوثيرابي فيري سيف بحيث ان انا استخدمه زي ما كان في ورشه الدكتور عاطف لما كلمه على ان في بعض ناس بيستخدموا الفوتوثيرابي عشان يدفوا البيبي، يعني مكان الريديانت وورمر، او علشان يعملوا لون كده جميل زي ما الدكتور كمال التهامي بيقول احنا عايزين طفل يقعد في لون ازرق كده حلو، يعني كده لون رومانسي. طبعا الكلام ده تهريج. طبعا الفوتوثيرابي له انديكيشن، لانه هنشوف له حاجات يمكن ممكن يعمل ديهيدريشن، ممكن يعمل اوفر هيتنج، ممكن يعمل دياريا إليس، ريتينال دامج، ممكن بيعمل دي ان اي ديستركشن. وكان في رساله من دكتوره مها كنا اشتركنا في مناقشتها في البنات يمكن من 10-15 سنه، كانوا بيتكلموا على الدي ان اي تشينجز اللي اسوشيتد مع الفوتوثيرابي، وده اثبت فعلا في الليكوسايتس بيحصل لها دي ان اي ستراند بريكج. في ديبيت على الزنك، بعض الابحاث قالت ان الفوتوثيرابي بيزود الزنك وممكن يوصل له التوكسيك ليفل، وبعض الابحاث قالت لا ده بيحصل ديكريز في الزنك، والناس اللي الاطفال نيونيتس اللي الزنك بتاعهم واطي بيطولوا الجوندس عندهم اطول، فممكن مع الفوتوثيرابي قد زنك فاثر الفوتوثيرابي. يعني في ناس قالت انه مفيد، في ناس قالت انه ملوش لازمه، في ناس قالت لا ده دينجرس. ففي رسالتين ثلاثه كده بندرس الزنك علشان نشوف الاتجاه بتاع اهميه الزنك من عدمه. الهايبوكالسيميا، في رسائل عملت في المنوفيه دكتور محمد وائل، محمد بحبح مش وائل بحبح، اللي كان في رساله عن ان الفوتوثيرابي بيعمل هايبوكالسيميا عن طريق ان هو بيأثر على البنايل جلاندز باي ترانسكرينيال اليمينيشن، يؤدي الى ديكلاين في الميلاتونين ليفل ويؤدي الى هايبوكالسيميا. تمام، يعني الفوتوثيرابي ما هواش سيف، ده ممكن يعمل جينوميك ودي ان ايه تشينجز تهدد مستقبل الطفل، غير الريتينال، غير الجونادل، غير الاندوكراينال ديس اوردر، غير الديهيدريشن، غير الحاجات الاخرى اللي احنا شفناها في البوسيبل كومبليكيشن. يعني نخلي بالنا ان النيونيتس بنشوف فيهم جوندس بصوره متكرره، معظمها بتبقى بناين وسيلف ليميتنج، بعضها بتحتاج تدخلنا، فلازم يبقى فيه يعني كوشيس ديفرنشيشن ما بين الفيسيولوجيكال والباثولوجيكال، ونعمل ايرلي اند افكتيف فيتوثيرابي وين انديكيتد، ويبقى فيه جاتيسس يوز اوف فيتوثيرابي تو مينيمايز سايد افكتس. وده المراجع اللي حب يبص على اي حاجه من اللي احنا قلناها ده. ونشكركم جزيلا على حسن استماعكم. الحقيقه بس انا سعيده جدا انه مجرد ان حضرتك سالت هل في كبسول في دمياط ولا لا، لقيت القاعه كلها بترد اه، واللي عنده واحد واللي عنده اتنين، هوبنج الحقيقه ان احنا نيجي في وقت مبقاش في حاجه لازم تبقى ريفيرد للقاهره ولا الاسكندريه ولا واتس ايفر، ويبقى كلنا زي بعض وكل محافظات زي بعض.
فعلا انا بحيي الاداء العلمي الرائع ويا رب بالتوفيق دايما. طيب هو ده كان في الفارماكولوجيك وانا كنت يعني سايبه الفارماكولوجيك منه الاجار اللي هو بيتدخل في الانترو هيباتيك سيركوليشن بيسحب نفس فكره انه يقلل البيلروبين اللي موجود في الانتستان اليومن والسومناليتا او الفينوباربيتول يعني اللي من الحاجات برضو اللي بتعمل اندكشن للانزيمز في الفارماكولوجيك. ومن ضمن حاجات الفارماكولوجيك الحاجات اللي هي بتعمل انهيبيشن للبيلفيردين ميتابوليزم عشان تقلل البرودكشن اوف بيلفيردين. فدي حاجات في الفارماكولوجيك ده ما تطرقتلهاش في الفكره. فيديو طبعا دي برضه وجهه نظر يعني في حاجات سيف وفي حاجات انسيف وفي حاجات هي ادجوفنت ما هياش ما تعتمدش لوحدها. في رسائل على الاجار مع الفيتوثيرابي اتعملت في طنطا وجابت نتائج كويسه وفي ناس يعني بيقولوا انها ممكن يبقى سايد افكت بتاعتها اكتر من البنفيت بتاعها فما نستخدمهاش. شركة مونو ميديا ترجو لكم دوام المناسبات السعيده.